اللي عنده ضعف في الأعصاب، ولا ما يحرك يده، ولا عنده مريض ما يتحرك، يشري له من العطار محلب مطحون، ويشري الفكس الأصلي ويدهنها مع بعض، ويحطها على اليد ولا على الرجل، ويلفها بشاش لمدة 15 يوم. الطريقة دي إن شاء الله الله ينفع فيها، إن شاء الله بجربها على الوالد، وعسى الله يزين الأمور. واللي عنده شخص مصاب بالجلطة وما يتكلم، ولا النطق عنده ضعيف مرة، يجيب له يا طويل العمر سمن معزة أصلي بدون إضافات بدون أي شيء، ويدهنه على الرأس ويغطيه لمدة 7 أيام. الطريقة ذي يقولون مجربة من الناس واستفادوا منها، والله ينفع.